يعد معهد جميل غانم للفنون الجميلة أول معهد للموسيقى والفنون الجميلة في اليمن، والذي تأسس في سبعينات القرن الماضي وساهم في تطوير نجوم الفن والمسرح في اليمن. ويعمل المعهد على تطوير موهبة الموسيقيين والمسرحيين والفنانين الشباب، مقدما بذلك خدمة كبيرة للحركة الفنية في اليمن. مراسلتنا في عدن نور شريب والتفاصيل. وصلت الأغنية اليمنية وتحديدا العدنية إلى مسامع المحبين في الشرق والغرب. لم يكن تميزها بالصدفة، بل هي نتاج جهد وتطوير دؤوب، ولمعهد جميل غانم دور كبير في تطوير الأغنية العدنية واليمنية ونشر الوعي الفني على مدى أجيال. أسسه نخبة من نجوم الفن بعدن، منهم الموسيقار أحمد بن أحمد قاسم الذي ساهم في وضع اللبنة الأولى لأول معهد فنون جميلة في اليمن. وكان الهدف من إنشاء المعهد محو أمية الموسيقيين الموهوبين الذين كانوا يعزفون وفقا لحاسة السمع، بتعليمهم مبادئ الموسيقى وما يتعلق بها من جوانب نظرية وتطبيقية. اعتمد المعهد على الكادر اليمني 100% الذي تأهل في السبعينات وعاد كمدرسين وشغالين في الفرق على مستوى الساحة اليمنية. من بين الكوادر الفنية، كل الكوادر الموجودة من فنانين تشكيليين أو موسيقيين أو مسرحيين موجودين في الساحة، أغلبهم خريجين معهد الفنون الجميلة. حتى استمر هذا الإنجاز وهذا التطور القوي جدا. قامت الحكومة في سبعينيات القرن الماضي بدعم الفكرة وأصدرت قرار تأسيس المعهد في عام 1973، وكلف برئاسته الأستاذ الموسيقار جميل غانم بعد عودته من بغداد وإنهاء دراسته الموسيقية فيها. وقد سمي المعهد باسمه لاحقا تكريما لجهوده في تطوير المعهد وإدارته في مراحل التأسيس. وفي العام 1979 صدر قرار حكومي ينص على تحويل الدراسة في المعهد إلى دراسة نظامية، وافتتح أول قسم لدراسة ثانوية فنية وموسيقى فنية ليتخرج منها الطالب بعد دراسة الموسيقى والفنون التشكيلية. وتبع ذلك افتتاح قسم المسرح ليكتمل المعهد بثلاثة أقسام رئيسية. عملنا ينقسم في مجالين، في مجال الدورات القصيرة، وهذه طبعا مش منتظمة، لكن المنتظم معنا الدراسة النظامية لثلاث سنوات. يحصل الطالب الدارس عندنا لثلاث سنوات على ثانوية فنية تخصصية في أحد الأقسام، وبإمكان الطالب بعدين لو حاب يكمل دراسة عليا في جامعة عدن أو في جامعة الحديدة قسم الفنون. على الرغم من التقلبات السياسية التي حدت من دعم معهد الفنون، إلا أنه لا زال حتى اللحظة محافظاً على مكانته، ويساهم في تطوير موهبة الموسيقيين ونجوم المسرح والفن التشكيلي بعدن واليمن، وتزويد مواهبهم بالتعليم والمعرفة. نور سريب لتلفزيون مملكة البحرين عدن.